اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ينضم لي النقاد الرياضيين الاستاذ احمد الشام. عمال اقول لك اقول ايه بقول لك انك وحشتي. طيب انت كمان اخبارك؟ انا مبسوط ان انا معاك يا ميدو، بقالي كتير ما شفتكش ودايما حظ كده مع اسامه، وبكون مبسوط مع ان هو يعني دايما بيسرينا بالالعاب الاخرى. طيب بس النهارده مش هلعب. رحب بيه انت بقى. رحب برحب اسامه ده، بس ضيف عبد الحميد حسن النقد الرياضي كمان في البابا نيوز. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، نور الدنيا. ربنا يخليك وسعيد ان انا مع حضرتك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عايزين نبدا منين؟ انتوا صحفيين بقى، انا ما بقولش على الصحفيين بصراحه في الحلقه. لا والله بتبقى حلقه كويسه معاك دايما، بس احنا هنتكلم كوره، مفيش قضايا، مفيش النهارده متفجرات. طب عشان النجم بقى مش عايزين نبص. اسامه يروح. لا يعني بص اكيد. اتفضل. بص خلينا برضو يعني نتفق كده بدايه ان الحدث الاهم في النادي الاهلي او في الكره المصريه بعد التاهل لكاس العالم اللي بنبارك فيه للمنتخب وللشعب المصري، ان احنا حققنا حلم اتاخر كتير قوي 28 سنه. الحدث الاهم ان النادي الاهلي بيلعب النجم في نص النهائي في الاياب يوم الاحد ان شاء الله الساعه 7 في استاد برج العرب في اسكندريه. محتاجين ان النادي الاهلي يفوز، محتاجين الجماهير تقدم صوره راقيه وزي اللي قدمتها في مباراه مصر والكونغو. محتاجين نقول ان العالم ان فعلا مصر امنه من خلال الجماهير وجماهير الاهلي قدمها كمان في الترجي. ده كمان بقى النهارده الوضع مختلف دلوقتي. انك انت بتتكلم في مباراه 50,000. مش قصه 50,000 وبس يا كابتن حميد، كم بشع جدا 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 من الاقبال على التذاكر. وانا بصراحه يعني من خلال قناه الاهلي بشكر اللي هو شيرين شمس والوليد مهدي على الدور اللي قدموه كبير جدا في موضوع التذاكر، وان هم حلوا مشاكل كتير لروابط الاهلي في المحافظات وخارج مصر بالنسبه للناس اللي بتفكر تكون موجوده، من ضمنها رابطه فلسطين طبعا. المباراه مهمه، مباراه فاصله في تاريخ النادي الاهلي للمشوار الافريقي، مباراه بيحلم فيها الاهلي ان هو يذهب الى النهائي سعيا نحو الوصول الى المونديال من جديد. خطوه مهمه للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام بدري، عنده صعوبات في غياب حسام عاشور واحمد فتحي للاصابه وللايقاف، لكن عنده البدائل اللي يقدر يعوض بيها. عنده هشام محمد يقدر يبقى موجود في نص الملعب او رامي ربيعه، عنده محمد هاني، عنده بدائل يقدر يستفيد منها. احنا محتاجين بس نركز، النجم فريق قوي، عنده تكتل دفاعي، عنده سرعه في الهجمات المرتده، لكن انا اعتقد ان الاهلي في وسط الحضور الجماهيري وفي وسط قدرته ان هو يقدر يعني هو محتاج هدف بس 1-0، لكن انا يعني مش حابب النادي الاهلي يدخل المباراه وهو مطمئن للفوز. 1-0 نتيجه يعني هدف بس، لكن ممكن المباراه تبقى صعبه. أكيد. في لو النجم صعب المباراه من خلال ان هو يلعب بالضغط على فريق الاهلي، لذلك احنا محتاجين من اللعيبه ان هي تركز، محتاجين يبقى في هدف مبكر واثنين وثلاثه، طول ما انت بتقدر تحرز اهداف كمل واضغط، علشان ده بيعمل ارهاق وتشتيت للمنافس. تمام. عايز يقول كل حاجه كل مره كده. هو احنا على طول كده يعني، طول عمري انا مع احمد كده يعني. شفت اعتقاد احنا عشره طويله انا واحمد شغال. انا واسامه يعني بس بعتز بصداقته جدا. انا قول لي يا اسامه برضو، حضرتك في حته بعيده عن الاهلي شويه ونرجع تاني. طب بس هقول حاجه على الماتش الاول. طب قول. نقول حاجه عن الماتش الاول، ان الاهلي حقق نتيجه على الورق في لقاء الذهاب، نتيجه تعتبر جيده. حلو. انك تسجل خارج ارضك هدف، ده شيء مهم جدا. المباراه انتهت 2-1، يعني انت محتاج 1-0 بس هنا في القاهره. حلو. عايز اقول ان الاهلي طبعا يعني يتفوق على الفريق التونسي ان هو يلعب على ارضه وسط جمهوره، وده طبعا عامل ضغط كبير على المنافس. حلو. عايز اقول ان الفريق النجم يعني برضه في نقط ضعف كتير جدا، اهمها يعني اقوى يعني اهم نقطه ضعف فيها خط الدفاع، وخط الدفاع من اضعف الخطوط فيها يعني. الكره التونسيه او كره شمال افريقيا عموما بتمتاز او بتعتمد على الكرات الثابته او الركلات الركنيه، فدي الاهلي المفروض يعمل لها حساب، لان دي نقط دايما نقطه خطوره في فرق شمال افريقيا. معظم اهدافها عاده بتيجي منها يعني. الاهلي الماتش صعب يعني، على الورق الاهلي عمل نتيجه جيده في تونس، لكن في الواقع ماتش صعب جدا. أكيد. زي ما الترجي التونسي تعادل مع الاهلي هنا 2-2 في القاهره. الاهلي استطاع ان يفوز عليه خارج ارضه، فكل الامور وارده. فعشان كده بقول الماتش صعب، لازم الجهاز الفني اكيد درس الفريق المنافس بصوره جيده جدا، واعتقد ان الفرصه قدام الاهلي بالنتيجه اللي اتحققت في ماتش ذهاب انه يعبر هذه العقبه ويتاهل للمباراه النهائيه. اكيد اكيد. طيب هنخرج بره الاهلي ونرجع بسرعه، والسؤال ليكم.
ليكم انتوا الاثنين يعني طبعا الصحفيين عارفين الحاجات يعني ما ينفعش اسال صحفيين ويقول لي احنا لسه ما نعرفش لا بس اللاهوني ما قالش ايه اللاهوني ما قالش اللاهوني قايل لي لا اللاهوني قايل لي انا عارف راي اللاهوني يعني انتوا قريبين من اتحاد الكوره وعارفين خبايا اتحاد الكوره يعني ايه اللي ممكن يحصل في الاجتماع المقبل اتحاد الكوره والتجديد لمستر كوبر ولا في نيه ثانيه استمرار كوبر يعني استمرار كوبر كل الناس كل الناس في 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 مجلس اداره اتحاد الكوره يعني خلاص يعني مسلمه ان كوبر مكمل رغم ان انا ممكن انا رغم ان انا ممكن اختلف معاهم يعني هي عمليه مش مكافاه يعني انا مختلف مع طريقه كوبر من اول يوم جه فيها انما هو هم الناس بتقول ان هو ما ينفعش ان هو يكون حقق انجاز التاهل للمونديال ونروح بمدير فني تاني مع ان في دول كتير بتعمل كده ودول متقدمه عننا بكتير يعني انما بقاء كوبر اعتقد ان هو 90% من مجلس الاداره او اكتر كمان متفق ان كوبر يكمل وفي منهم ناس يعني ايه يعني انا ممكن يقول لي مثلا انا هبقى لمدير فني لاسباب فنيه 1 2 3 انما ان هي العمليه تكون ان الراجل اتاهل بينا فما ينفعش نسيبه وكانهم بيكافئوه على التاهل يعني وكوبر عقده بينتهي بنهايه التصفيات يعني كوبر عقده بينتهي بنهايه تصفيات كاس العالم فكونه يكمل او كونه يكمل علشان هو وصلنا دي انا مختلف فيها انما المفروض يطلع يكمل على اسس فنيه باسلوب على نقط هو حققها يعني انما طريقه كوبر في اللعب طبعا انا مختلف معاه قلبا وقالبا يعني لوحدك والله انما عمليه التجديد الموضوع بقى هي الخناقه اللي في اتحاد الكره دلوقتي مش علشان كوبر كمان يعني الخناقه اللي عشان اللي في اتحاد الكره دلوقتي على موضوع الانتخابات ومش الانتخابات اللي هتيجي ومش هتيجي والخناقه اللي حصلت مؤخرا بعد تصريح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه انه هيستنى موضوع القضاء ويحسم موضوع الانتخابات. هو الراجل رجع فيه بقى؟ هو يمكن رجع فيه علشان لا هو ما رجعش فيه ولا الناس فسرت كلامي خطا يعني. انا من اول خالص قلت ان البدايه كانت خطا. ازاي كان تفسير غلط ولا ولا كان هيستنى المهندس خالد في اول الكلام قال انتخابات الاتحاد الكره ستجرى على اللائحه الاسترشاديه. لا هو قال بعد صدور قرار لجنه الفتوى والتشريع. لا صدور الفتوى ده تاني يوم. لاحقا بقى. لا ده الكلام ده بقى قاله تاني يوم مش كل خلينا لا وقرار بس خلصنا كوبر غير بعد كده. خلصنا كوبر كوبر ما زالت في اصوات داخل مجلس اداره اتحاد الكره. هو الاستاذ اسامه بيقول بنسبه 90% ما لسه ال 10% بقى. لسه بس خد بالك ال 10% دول مؤثرين في اتحاد الكره. حلو. برضه يعني حاجه بس عشان نكون يعني مش شرط الكثره التأثير بالظبط تمام بص هو كوبر في مشكلتين كان في اتجاه كبير جدا قبل مباراه الكونغو ان كوبر ما يكملش ويكون الكابتن حسام حسن موجود ومعاه ميدو يعني حسام حسن مدير فني وميدو معاه في الجهاز على حسب التصنيف ده كان اتجاه قوي جدا ولذلك بدا الكابتن حسام يظهر بشكل اكبر في وسائل الاعلام وكان عنده ظهور في 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 قبل مباراه طب هو الكابتن حسن يعرف يتعامل مع كابتن احمد حسام ميدو؟ لا ما هم اصحاب بيتعاملوا مع بعض طيب ماشي ما هو ميدو مش هيتكلم اصل اصحاب غير ان انا ابقى صاحبك فنيا لا ما هو بص هقول لك على حاجه يعني خلينا ده السؤال بطرحه خلينا عشان يعني في الفنيات يعني الاختلافات كتير لكن هو كان اتجاه كده اتجاه الكابتن حسام حسن يكون مدير فني ومعاه ميدو وكان بيطلب اسم الكابتن حسن شحاته كمان لا بس الكابتن حسن شحاته يعني استبعد كده في الاخر لان هم قال لك يعني مش حابين نرجع تاني لنفس النادي شوف كوبر في كل الاحوال هيكمل يعني في كل احتمالاته هيكمل محتاجين ان هم يقفلوا يطووا صفحه كوبر مع الـ مع الـ المنتخب بنهايه كاس العالم بكوبر او من غير كوبر احنا خارجين من الدور الاول عشان بس لا يعني طب نشوف المجموعه الاول نشوف المجموعه الاول وانا بقول لك انا اختلف معاك اختلف بقى اختلف معاك جدا اختلف وافتكر ان المدرب لا استنى بس هقول لك بقى انت جاي لي في ملعبي لا استنى طب انا جيت في ملعبك بس اسكت لك طيب تقول لي بقى كوبر من غير كوبر لا المدرب بيفرق مع الفريق لو مدرب لسه بتكلم على ايهاب جلال ماسك ام بي من 3 4 ايام ولا 5 ايام المدرب الذكي بيفرق مع الفريق احمد في تمرينتين ثلاثه المدرب الذكي المدرب الموهوب مش المدرب اللي حافظ او المحظوظ خلي بالك لان المحظوظ كده كده بيبقى كوبر حافظ كده كده بيقع كوبر اللي ماشي ايه كوبر لا انا اصلا انا مش عايز لا ليك راي بقى طالما انت في فنيات قول بقول لك كوبر افضل جيل جه في الكره المصريه انا متفق معاك يعني حتى افضل من الجيل اللي لعب مع كابتن خلينا نقول افضل اجيال انا رايي كمان هو افضل من الجيل اللي لعب مع كابتن حسام بس هو افضل اجيال عندنا عدد من المحترفين مصر ما شافتهاش قبل كده لا بس انا اقول لك انديه كبيره كان عندك ابو تريكه واحمد حسن ولا كان عندك بس مين المحترفين بيلعب بشكل منتظم ده عدد كبير جدا محمد صلاح
انت دايما بتتكلم في الكيف مش في الكم، انت دايما بتتكلم في الحته دي. كوكا بيلعب يعني انت النهارده بتقول عندي كم محترفين؟ عندي 15 محترف، خليهم اللي بيلعبوا ثلاثه. بص كوبر قبل كده كان في واحد او اثنين بس، يعني ما هو في واحد او اثنين بس مؤثرين. كوبر مستمر. خليني اقول لك احمد حجازي كمان بيلعب اساسا على مساله مستر كوبر، وما اعرفش تتفقوا معايا ولا لا. هو مستر كوبر ماشي في نفس الاتجاه او بنفس الاسلوب اللي كل مره بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا ان الكره تيجي تقلق، تيجي غلطه تيجي تدخل فيها، وبيكسب. وهو ماشي بنفس الاسلوب ده مستني نتائج احسن، مع ان هو نفس الاسلوب ونفس النتائج اللي هو بص انا كان في تصحيح الحمد لله. وبعدين هو عندي في مشكله كبيره جدا في كوبر، زي ما يكون بيلعب اوغندا هو نفس طريقه الكونغو نفس طريقه نيجيريا، يعني ما عندوش فرق من الفرق الكبيره الصغيره. هو اسلوبه هو ده اسلوبه وطريقته الصغيره. هو نبيه بصراحه بعد ما ضمننا التاهل لكاس العالم قال تصريح انا مش عارف يعني استغربته، ان احنا ان شاء الله هنغير الاداء. ومن وجهه نظره يعني ما اعرفش بقى التصريح ده على لسانه ولا لا، بس انا قريته ان هو بيفضل ان هو يواجه البرازيل في الفتره الجايه، لان البرازيل من المنتخبات اللي بتلعب كره مفتوحه، فاحنا نقدر نلعب معاها بشكل كويس. هو حقه يتكلم ان هو زي ما هو عايز. ما انا بقول لك لا يعني بص، طالما انا فاذا مدير فني لاي مكان او لا بس الكلام أو الكلام فاهم، فانا اتكلم زي ما انا عايز. الكلام ده بس الكلام ده معناه ايه يا كابتن رحيم؟ معناه ان كوبر يعني كان بيلعب بالطريقه دي في ظل ان المنتخبات الثانيه بتلعب بالشكل ده. يعني الكونغو في الماتش الاخير، انا شايف الكونغو بصراحه لعبت ماتش واحد من افضل ماتشاتها، افضل منها بكتير بمراحل، رغم ان احنا كنا المفروض نلعب اقوى من كده وافضل من كده، بس هم لعبوا كوره بجد. يعني هم لعبوا كوره وهم مرتاحين، احنا لعبنا كوره مضغوطين فما قدمناش الشكل المطلوب. المهم انا بختلف معاك بس وراجع نفسك. انا بطلع صح؟ لا لا لا. طب انا بقول لك كوبر المدرب. طب كوبر هيطلعنا من الدور الاول ولا هنكمل؟ هنطلع. طب لو غير كوبر؟ لا مش هنطلع. لو طيب. مدرب بيغير اساليبه. انا بص حاضر بيطور. حاضر معانا الراجل ده بس على قيد الحياه. انت عارف انا بتكلم كوبر من غير كوبر احنا خارجين من الدور الاول. ما اقدرش احكم لو شوف المجموعه بتاعتنا. عندك كام شهر يا احمد؟ احنا عندنا 8 شهور. 8 شهور. 8 شهور ايه؟ انت بتلعب الفرقه من اول وجديد كمان. 8 شهور. مش مدرب. عندك لعيبه ما شاء الله. وخدناه. انت ما بتلعبش. ما ده اللي احنا بنقوله يا احمد. ما عندكش شكل خطه ولا شكل يا حبيبي. طيب ولا تدريب ولا فرقه ولا بتلعب انت بتلعب على محمد صلاح. محمد صلاح لما يكون كوبر مش هيغير حساباته. هي دي طريقه كوبر، هو ده اسلوب كوبر في اللعب. يعني هو ده اسلوب كوبر وطريقه كوبر في اللعب، فمش هيغير حاجه. انت لازم على فكره كان كوبر يدربك عشان تعرف ان هو مدير مميز. انا من اول يوم انا قلت على مستر كوبر ربنا يا رب. بص بس هكملك الكره المصريه. بص هكملك بقى. انتخابات اتحاد الكره عنده مشكله ان هو يعمل انتخابات، بس اللي انا قريته في اليومين الاخيرتين دول ان في اتجاه ان الموضوع يتلجل. يعني بقت العمليه التوازنات تاب الفيفا تاب اللي اصلا لان انت ما بتيجي تتكلم بشكل رسمي اتحاد الكوره عمليا مع الفيفا مش مع اللجنه الاولمبيه. انت النهارده عايزه تحطه تحت مظله اللجنه الاولمبيه؟ لا، انت النهارده اللي رقيب عليك الفيفا، اللي بتتعامل مع الفيفا، تواصلك مع الفيفا. يعني النهارده اما الفيفا يجي يبعت خطاب اتحاد الكوره هيبعت اتحاد الكوره ولا يروح يبعت لجنه الاولمبيه؟ خلي بالك هتدخلنا نضيع الوقت. احمد ما هو اي اتحاد اهلي بيكون تابع الاتحاد الدولي بتاعه. ما هو اي اتحاد، ما الاتحاد اليد الدولي بيخاطب اتحاد اليد المصري. هو المشكله ان اصلا اساسا عدم ان اقامه الانتخابات اتحاد الكوره السنه اللي فاتت ده كان خطا. الاتحاد الوحيد اللي اجرى انتخابات وده خطا، وده مخالف للقانون ومخالف للوائح. بالظبط. ان هو الاتحاد الوحيد ان عمل انتخابات اصلا عشان كده ما تقدرش تعمل. ما كانش المفروض يحصل، وده حصل انتخابات مجامله، واحنا عارفين قوي كويس قوي الانتخابات عملت ايه في التوقيت ده. الانتخابات اصلا خطا اقامتها في اتحاد الكوره. دلوقتي برضو خطا لو اتحاد الكوره ما عملش انتخابات، ما هو لازم يكون زيه زي بقيه. هو اتحاد الكوره مش دوله داخل الدوله، ما حدش يقول لي ان ده تبع الاتحاد الدولي وده حاجه مستقله، مفيش حاجه اسمها كده. واحد يقول لي طب اللائحه بتاعته كانت معتمده من فيفا ومن الاتحاد الدولي بتاعه. طب ما في اتحادات كتير عندك، اتحادات اهليه في مصر لوائحها كانت معتمده من اتحاداتها الدوليه، زي اتحاد اليد، زي اتحاد الكره الطايره، زي اتحاد السلاح، زي اتحاد الملاكمه. في اتحادات كتير جدا. اشمعنى الاتحاد ده اللي عامل انتخابات في التوقيت ده؟ واشمعنى دلوقتي الاتحاد ده هو اللي مش عامل انتخابات؟ اقامه الانتخابات رد انا بس ضروري بس بقول له ومتفق مع صحيح القانون. بصوا يا جماعه اللي مش قانوني ان تخليها كوره اجيبها يمين اجيبها شمال يرجعوا في الاول وفي الاخر نروح على هي الصحافه كده. احنا اللي فتحنا بقى الانتخابات بتاعه الكوره. انت بتقول غلط ان اتحاد الكوره ما يعملش انتخابات. تمام. ده مخالف للقانون اصلا. وقتنا قليل. الدكتور طه اسماعيل خد مننا وقت وكان وقته ممتع بصراحه يعني. بس يعني دكتور طه هو انت عشان استكوزه صاحبك فقلت ده ولعب معاك صاحبي ده انت لا هو استكوزه لعب معاك انا ما لعبتش معاك ده انت جاي على ايدي مش عايز اتكلم
ده صحيح في ملعب تشرف بيك واحد تحبي ربنا تشرف بيك. بص يا اسامه انا معاك ان اتحاد الكره بالطبيعي لازم يعمل انتخابات بس المشاورات دلوقتي والجلسات بتقول لا انا ماليش دعوه من اللعب اللي تحت الترابيزه كل الاتحادات في مصر والرياضه المصريه كلها دلوقتي فيها لعب من تحت الترابيزه احنا بنعيش اسوأ ايام الرياضه المصريه العك ده عك اللي احنا بنشوفه ده عك ليه بقى عك اللي بيحصل ده كله ليه بنعيش اسوأ ايام بطريقه اداره الرياضه المصريه في الفتره الاخيره دي مين اللي ده ده سمك لبن طمين مين بيدير الرياضه المصريه المهندس خالد عزيز وحد يقول لي ان هشام حاطب هو اللي بيدير الرياضه وحد يقول لي كده واحد وانا ممكن اخرج يا جماعه ممكن اخرج والله كان هو حد يقول لي كده ما حدش يقنعني طب اقول لكم على حاجه اقول لكم على حاجه ما في الوزير مش هنعمل كده يا اسامه بس عايز اقول لك حابه في صدام قريب ما بين المهندس هشام حطب والاستاذ هو الحوار ممتع جدا وانا انا بصراحه بحب يعني اخوض في مثل هذه القضيه اللي هي بترتقي بسمعه الرياضه المصريه او بترتقي بالرياضه عموما لكن عارف انا مش عايز اخوض فيه وما نقفلوش يعني خلينا احنا قدامنا بالظبط اقل من ربع ساعه تمام فانا مش عايز لانه موضوع حلو قوي موضوع حلو قوي موضوع اخر النقطه في الصالح العام ماشي هندخل في الكوره بعد بس نقطه على يعني حلو قوي الحوار يعني الاستاذ اسامه بيتكلم في اتجاه يا جماعه والاستاذ احمد بيتكلم في اتجاه الاستاذ اسامه ساعات بيأيد الاستاذ احمد وساعات بيعارضه وحلو جدا الحوار انا نفسي كل الحوارات تبقى كده مش لازم الاستاذ اسامه ضد الاستاذ احمد يبقى الاستاذ اسامه عدو الاستاذ احمد هو احنا كده يعني انا مش عارف مع مين يبقى انا حبيبه وعدو الثاني يعني طبعا الناس فاهم انا بتكلم في ايه يعني الاختلاف مطلوب الاختلاف مطلوب ولازم وهو ده اللي بيوصل لاعلى الدرجات كمان لكن اختلاف ان انا مع ده يبقى انا ضد ده استحاله خالص طيب نروح للنجم وان شاء الله انا اوعدك ان احنا نعمل حلقه نخصصها تبقى ساعتين انت حضرت معانا فضي نفسك كده يوم في الاستوديو ونتكلم يعني انا بحب الراي الجريء بصراحه وبحب الراي اللي هو هدفه في الاول وفي الاخر مصلحه عامه مش مصلحه شخصيه ودي حقيقه يعني خلينا في الاهلي والنجم يعني المباراه قلقك في ايه كصحفي قلقاني ان خايف ان النادي الاهلي يدخل مطمن المباراه بصراحه انا مش محتاج فريق الاهلي يدخل مطمن طب خلينا نقف عند النقطه دي يعني خلينا ناخد الحوار مفتوح الاهلي ممكن يعني تعدي عليه نقطه زي دي اصلا ان هو يدخل مباراه ما اعتقدش يعني لانه هو لا ما اعتقدش لانه هو مر بنفس التجربه مع العكس بمعنى ان الترجي كان هنا متعادل 2-2 والترجي عمل كده في ماتش العوده والاهلي قدر يتخطى لا هو الاستاذ احمد بيقول ان هو منتشر الاهلي هو الترجي انا بتكلم ان هو منتشر لا هو مطمن انا بتكلم منتشر بمعنى ايه انا منتشر ده ممكن ادخل انا عندي لا ثقه واقدر العب اقدم مباراه كويسه وفي فرق ان انا ادخل حاله من الاطمئنان لا ما انا ممكن ادخل انا كده كده انت قصدك على الحاله دي انا بس يعني حاله ان انا الموضوع بالنسبه لي بسيط ايوه ما هو الترجي كان عنده الحاله دي بعد التعادل هنا 2-2 ودي كانت حاجه كبيره جدا الترجي لا الترجي ما كانش عنده كده الترجي كان نازل الترجي عنده ثقه ان هو الماتش بتاعه النادي الاهلي ممكن يتعامل مع المباراه بتهاون الترجي كان رايح خايف طبعا لا انا بقول لك هو ده اللي قاليه على المستوى الشخصي ان يبقى في تهاون بالمباراه النهارده ما ينفعش تتهاون بفريز النجم مش عشان النجم بشكل عام كره القدم خادعه ده مش هتشوف الكلام ده ان شاء الله لا انا طبعا انا عارف وشايف التدريبات بشكل جدي بس عارف الملعب وبشكل مختلف حضور الجماهير وبشكل مختلف حلو. انت وانت نازل ملعب ووضعك ايه تفكيرك ايه عايز حلو. تقدم ايه طب النقطه الثانيه انت خايف انا يعني محتاج طبعا ما اقدرش اتكلم على الكابتن حسام البدري اللي بصراحه اللي قدمه الفتره فاتت يكفي لكن عنده فرصه كمان ان هو يغير طريقه الاهلي في الملعب انا بشوف ان النادي الاهلي فريق الاهلي بيفتقد للناس اللي بتسدد من مسافات بعيده يعني بقالي فتره مش شايف الموضوع ده في الاهلي الكلام ده كان بيعمله حسام غالي من بعد حسام غالي مش شايف يعني في اسلام حسام محارب ده لعيب بيسدد بشكل كويس جدا من مسافات بعيده المفروض يبقى ليه فرصه النهارده غياب حسام عاشور هيدي فرصه لهشام محمد ان هو يقدم نفسه بشكل قوي انت محتاج عشان تخلص من التكتل اللي هيبقى طبيعي من النجم او من النجم ان انت يبقى عندك تسديد من مسافات بعيده علشان تقدر تحرز اهداف هو لو ادولك مساحات تشوط فيها يا ريت لا ما هو انت بص يا كابتن احنا عندنا مشكله في الكره المصريه دايما بنحب نخترق من قلب الدفاع ببقى مقفول وبرضه طب لا في عرضيات في تغيير في بساط في شكل مختلف لازم تبقى عندك اكتر من خطه بديله وانت بتلعب الخصم وفي كل مره بتروح له بشكل جديد بتعمل له ارتباك ايه قلقك تاني انا بتكلم في القلق ان السلبيه قلقني ان ممكن لا قدر الله ما يكونش مثلا في توفيق للمهاجمين او للفريق لا توفيق ما هو ده قلق النهارده ممكن تعمل كل حاجه
بس الحظ مش عايز. بس دي عوامل خارجيه احنا محدش يقدر يتكلم فيها ويعرفها غير ربنا سبحانه. طبيعي. لا طبعا يعني بس انا 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 اكتر حاجه قلقاني ان فريق الاهلي يدخل مطمن للمباراه. تمام حلو. استاذ اسامه السؤال ده سالته للضيوف النهارده كلها، احمد حسن جوز حد سالته للدكتور طه، ايه اللي قلقك من فريق النجم الساحلي؟ او انت شفت ما يدعو للقلق، ولا هل المباراه النجم الساحلي بيدخلها هنا باهداف مختلفه تماما؟ تمام. هو انا برضه هكمل على نقطه احمد، انا ممكن يقلقني من الاهلي شويه استعجاله على الفوز، استعجال لاعبين للفوز ده ممكن يعمل فيه مشاكل في بدايه المباراه يعني. حلو. اما بالنسبه لفريق النجم الساحلي هو فريق اكتر من مميزه كرات السبت، عنده خط وسط قوي جدا، وده اللي اتكلمت عليه الصحافه التونسيه النهارده ان اهم اسلحته التسديد وال عنده خط وسط قوي، عنده خط هجوم قوي جدا، في لعيب مصري لعيب مهم جدا وكان هيبقى في خناقه عمرو مرعي، مصر هو عمرو مرعي، خط هجوم عنده متميز، هو سعد سمير ماسك عليه حاجه فمش ممكن حارس مرمى محتاج عمرو ده يكون في المنتخب، حارس مرمى لحد كبير، حارس كويس مش سيء يعني. اقوى من الترجي؟ يخوفك اكتر من الترجي يعني؟ هل خط الوسط النجم الساحلي وخط هجومه اقوى من خط الترجي؟ انا من وجهه نظري حتى كنت اتكلم مع احد الاصدقاء يعني، قلت النجم اصعب من الترجي. حلو. يعني فريق النجم من قبل ما الاهلي يلعب مهاجم، هجوم النجم الاهلي يلعب هجوم الترجي كان اقوى، قلت ان النجم فريق الى حد كبير افضل من الترجي، فريق في الخط الوسط وخط الهجوم مميزين جدا، فريق بيعرف يستغل الكرات الثابته كويس جدا. للاسف احنا متفقين الحاجات دي في مصر يعني، سواء الركلات الركنيه او الكرات الثابته احنا ما نعرفش نستغلها في مصر خالص يعني، ممكن تلاقي فريق جايب 12 ضربه ركنيه ما عملش منها اي خطوره على مرمى المنافس، وده من سنين يعني. كمان مع ان احنا استغلينا مع كابتن حسام بدري كمان الضربات الثابته، استغلناها في اكتر من مناسبه لو تفتكرها، الكره الثابته اللي اتعملت شيب باص من عبد الله السعيد. تمام. يعني بفكرك ودي مطلوبه جدا. النسبه الاكبر ان احنا عندنا مشاكل في الكره الثابته في مصر، الكره المصريه كلها يعني. تمام. فريق النجم جاي عامل نتيجه بالنسبه له هي نتيجه صحيحه على ورق، قلنا في مصلحه الاهلي، ولكنه بالنسبه له نتيجه ايجابيه، مش هيغامر بالهجوم، ممكن فريق يعتمد على التقفيل الدفاعي ويلعب على الهجمات المرتده. هو مديله ميزه ان هو كسبان المتقدم في الماتش الاولاني يعني، ده اكتر حاجه في فريق النجم الساحلي. حلو. استاذ احمد يعني عايز تقول ايه؟ انا بس عايز اقول ان الاهلي، فريق الاهلي محتاج يلعب مباراه النجم بشكل جديد. طب انا هقول لك اهو، هتكتب مقاله عنوانها الى لعيب الاهلي. الى لعيب الاهلي. يعني خدوا مباراه النجم لاول مره. انت بتلعب النجم، انت ما عندكش نتيجه 2-1 خلاص، انت بتلعب النجم انك عايز تفوز، علشان اعتبر ان المباراه دي مباراه من دور واحد، مفيش ذهاب واياب، بعيدا عن حسبه الاهداف اللي هي بهدفين في الحسابات الافريقيه. فريق الاهلي محتاج يكسب من بدري عشان يبقى يكمل المباراه وهو مستريح. انا بتكلم على اللعيبه، محتاج ان تبقى في تركيز، كتر الضغط على المنافس بيعمل له حاله من الارتباك، وده بيبقى فرصه ان هو يحرز اهداف. الاهلي عنده لعيبه في نص الملعب، عنده لعيبه في الخط الامامي والخط الهجومي، عنده كمان تميز في الخط الخلفي. يعني عنده كل الخطوط متكامله، ما عندوش مشكله يعني، حتى لما في لعيب بيغيب بيبقى في بديل واثنين وثلاثه، نفس اللي حصل مع حسام عاشور، نفس اللي هيحصل مع احمد فتحي، نفس لو حصل مع اي مهاجم او لعيب في الاهلي، فانت عندك البدائل. انت النهارده محتاج تستفيد من مباراه النجم ان انت تحرز هدف مبكر. انا من وجهه نظري ان الهدف المبكر هو اللي هيغير شكل المباراه، هيخلي النجم يخرج من حاله الدفاع اللي هو يعني بالمفروض ان هو هيشتغل بيها في بدايه مباراه الاهلي، والنهارده الاهلي يقدر في حاله الهجوم بقى المعاكس للنجم ان هو يستفيد من المسافات في الخطوط الخلفيه. حلو. عايز تزود حاجه في المقاله دي؟ ازود في التركيز طبعا مهم جدا للاعيبه الاهلي، للهدوء، استغلال الفرص. اتمنى ان ازمه عماد متعب ما تكونش عملت اي مشاكل في الفريق او مؤثره بتاثير سلبي على الفريق. احنا شايفينه في التمرينات. لا منتظم دلوقتي، فاعتقد ان يا رب من ضمن اختيارات كابتن حسام الاهلي. عماد متعب طبعا مهاجم كبير وتاريخ كبير يعني، مع اني اختلف معاه في بعض الحاجات يعني مثلا، لكنه طبعا يظل تاريخ كبير وعلامه من علامات الكره المصريه يعني. انما اهم حاجه التركيز 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 يعني. ممكن تلخص الموضوع كله. طب لو مقال للجمهور الاهلي اللي هيحضر المباراه، يعني انا اتمنى ان المباراه تخرج بسلام وما يكونش في اي مشاكل من الجماهير. احنا عارفين الجماهير طبعا ازمه ان هو جماهير حسن نيته وازمه التزامه في المباراه. جماهير الانديه بتختلف تماما عن جماهير المنتخب المصري. فربنا يعديها على خير، ويكون الجمهور بس في قمه التزامه،
وان يكون عامل مساعد للعيبه مش عامل ضغط على اللعيبه يعني. يا رب يا رب ان شاء الله. احنا زي ما وعدتك بقى عندنا حلقه ان شاء الله باذن الله تبقى قريبه جدا نتكلم فيها عن يوم الصبح صح؟ يعني ساعتين هيبقى نتكلم باذن الله بعد ماتش النجم. انت خدت كرسي في اداره الحوارات الصحفي ما بين الصحفيين؟ اه طبعا. انا شايفك عمال تقطع ومقالات وعناوين طبعا. ما انا اساسا لسانس حقوق واخدت. لا ما انا عارف دي. ما انا زيك لسانس حقوق. انا كمان عشان اقعد هنا عشان اعرف اتكلم معاك. لا اشتغلت في النيابه؟ لا ما اشتغلتش في النيابه بس انت ما قعدتش كتير. استاذ سما نورتني. ربنا يخليك يا كابتن سعيد وان شاء الله اسعد بيك ان شاء الله. ان شاء الله استاذ احمد دايما منورنا ومشرفنا. انت بقى يعني انت صديقي صاحب بيت احمد. احلى صاحبي. جماهير الاهلي انا على المستوى الشخصي بقول لهم ساعدوا الفريق. اكيد بس اكيد اكيد. يعني دي كانت نهايه حلقتنا معاكم النهارده. يعني مباراه صعبه جدا من دلوقتي قلوبنا بدات تدق يعني او الدقات بدات تزيد شويه. ان شاء الله ربنا يعديها على خير وان شاء الله دايما كلنا عشم في ربنا وكلنا عشم في فضل ربنا وكلنا عشم وامل كمان وكلنا مع رجاله نادي الاهلي دايما بيطمنونا ودايما هم قد التحدي في اي مكان في اي زمان. قولوا يا رب من جوه القلب نورتوني وشرفتوني. مع الف سلامه.